يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين وخاصة المشاهدات. كما تشوفوا اليوم احنا موجودين في الكوجينة. كوجينة ما ريتوها حتى مرة إلى حد الآن على شان يوتيوب متاعنا، دونك قلت علاش لا ما ندشنوش الكوجينة متاعنا ذي بفيديو متاع طبخ. واللي يقول كوجينة يقول ماكلة، واللي يقول سيفو إيد الباجي يقول أصبر ماكلة. هذاك علاش اليوم اخترت لكم بلا غير عادي، تحفة، البلا اللي تنجم تفرق به ما بين الشيف الباهي وما بين الشيف المنيك، اللي هو ستيك. بلا تاريخي سمبوليك، عنده قيمة كبيرة، قيمة عاطفية، قيمة تتغلغل في جذور التاريخ متاع الكائن البشري الهومو سيبين، وقت اللي كانوا يجريوا جدوداتنا عراية في السافانا متاع افريقيا ويحاصروا ويحصروا في الزيبرات وفي كل حمير الوحشية والكائنات هذوما الكل العاشبة اللي الرب خلقهم باش احنا ناكلوهم. دونك كانك فيجيتاريان تنجم تمشي تطير تنيك من الشان متاعي. شوفك الزين، شوف كيفاش، شوف كيفاش الشحم يتخلل الحم، تحسه كيما رخاء مغزو. شو قطرة الدم هذية، شو 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 الكوش هذية متاع الشحم هذيك، من بعد كي باش تتقلى كي باش تطيب باش تولي دونك كيما قلت لكم هذيك ستيك باش نطيبوها. وبيان سور ماناش عايشين في كهف، دونك ماناش باش ناكلو الحم كهو، باش نكومبليمونتيو الستيك متاعنا الزبور ببوري متاع بطاطا، فهمت لي في شكل بودر لهنا. دونك انا طويك قاعد نسمع في شويه ناس ما شويه خلينا نقولوا هيترز، قاعدين يقولوا علاش سي فؤاد الباجي اذا كانك انت شيف طحبون علاش ما تجيبش كعبات بطاطا وتقص وتعمل بيوري على اصولها. خلينا نقولوا اي حتى انت تنجم تمشي تزرعهم كعبات البطاطا وتستناهم عام حتى كش يطلعوا بعد تقصهم، وعلاش ما تمشيش تربي زكمها انت البقره هذه تستناها 7 سنين تقعد تسرح بيها باش من بعد تقصها الستيك هذه. ها علاش خاطرنا في القرن 21 عايش خويا، حاسك كي جدي كنا نمشيو 200 كيلومتر قبل المدرسة دي برنا. اذا خلينا ندخل في صلب الموضوع، نسحقوا الستيك متاعنا الشباب. وتفصيل مهم برشا، ردوا بالكم تاخذوا هبرة، لا ديما الشحم لازم يكون موجود. الشحم راهو عنصر اساسي اساسي جدا في الستيك متاعنا، دونك لازمنا ستيك. شو نسحقوا اخر؟ نسحقوا باش نفوحوها بالطبيعة بالملح والفلفل الاكحل، نسحقوا زوز ريوس ثوم، نسحقوا شوية زبدة، حليب للبوري متاعنا، وكاو معايا كي تشوف القوة ماهيش في المكونات، مش لازم تكثر من المكونات، مش لازم تبدا تطلب بالزب ورم كل شيء في بعضه كما يعملوا برشا توانسة. تلقى كسكروت رويال ولا سبيسيال، تلقى في عظم سلامي تن مرقاز سلاطة مايونيز هريسة سخط على راس، كل شيء محطوط فيه. هذيك الديفينيسيون متاع الماكلة الزبورة عند التونسي، انها حاجة محطوط فيها كل شيء مع بعضها، ما يجيش قطعا وابدا. بالضبط كما الباند، ديما ثم السينجر الليد سينجر اللي هو يبدا معروف، وفما ناس متالي تعمل في اصوات حتى حد ما ما ما, ما يعرفهم. ناخذوا اكزامبل متاع باند تاع روك، فما الجيتاريست اللي هو ولد القحبه اللي الناس الكل تعرفه كيما سلاش ولا كيما امدو مكتار ولا كيما جماعه عظام الكل، وفما متالي الناس اللي ما تعرفش اسكو قاعدين يعملوا في حاجه ولا سورتو الباسيست مسكين حاسة ديما أتفه إنسان في الفرقة حتى حد ما يهمه فيه السيدة ذاك. دونك لهني نفس الشيء بالنسبة للكسكروتات والماكلة بصفة عامة، ديما لازم فما السوبر ستار اللي يقود الباند. في الحالة ذي باش تكون هو ستيك، ولا في حالة كسكروت ينجم يكون تون، ينجم يكون مرقاز، ينجم يكون سلامية دجاج شاورما، أما عمره ما ينجم يكون كل ما بعضهم. كسكروت سبيسيال هو بالضبط كأنها باند فيها 5 جيتاريست ولا فيها باسيست ولا فيها درامر ولا فيها حتى انسان اخر، ما يجيش مش معقول. والشيء ذا لا يرضي ربي لا يرضي عباده. به اذا هذه اللحمه متاعنا الشباب، ما من حسن الحظ وانه ما نسحقوش برشا مكونات، نسحقوا فلفل اكحل كما قاعدين تشوفوا لهنا، ونسحقوا شويه ملح. ماذا بيك تحاول تكثر ملفاح، فهمتني؟ سورتو انه كما تشوفوا هذه خشينه ماكمش تراو، سورتو انه كما قاعدين تشوفوا معايا لهني خشينه اللحمه، دونك لازم تقرا حسابك انه الفاح اللي باش تحط من الفوق من اللوطه لازم تقريب يغطي المطعم تاع اللحمه هذه الكل. دونك نبداو على بركه الله، يعني نعملوا ضربات ملح نتاعنا كما قاعدين تشوفوا لهنا، فهمتني؟ نكونوا جينيرو معناها ما تحشموش منها اللحمه نتاعكم، فهمتني؟
شوية فلفل أكحل بطبيعة الحال. أوه إيه أبا 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 أبا. فهمتني؟ تك 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 زبور طويكة نقلبوها من الجهة الأخرى. فوالا جونا أحلى جو، ما ننساوش حتى أنه الجناب يعني نغطسوهم شوية في الفيح هذا المتوفر عنا لهنا بالطريقة هذه يعني، فهمتني؟ به بعد ما فوحنا اللحمة متاعنا نحطوها على جنب، نحضروا الغاز متاعنا. الحرارة ماذا بينا تكون نحطوها على الغاز الكبير والحرارة تكون معتدلة في سخونة شوية. أنا لهنا عندي يعني كما تشوفوا، خنوريكم باش ما تقولوش يحشي فيه، كما تشوفوا معناتها الغاز هذايا فيها من صفر حتى كش لتسعة، أنا باش نختار ستة لهنا، نراو أنها تمبيراتور مناسبة برشا. قداش حطينا زيت فهمتني كما قاعدين تشوفوا في المقلات، فهمتني ولا؟ ونستناو حتى كش الزيت يبدا يدخن، حتى كش يبدا السموك فهمتني خارج منه، وقتها نعرفوا اللي هو في وضع مناسب جدا. طويكة اغزر لي جاي اغزر لي جاي اغزر لي جاي طويكة باش نحكيو في نقطة مهمة برشا شباب، اللي هي قداش لازم تكون طايبة اللحمة متاعك. كما تعرفوا فما ما يسمى بالرير ميديوم رير فهمتني، ودان ويل دان وكالجو هذاك. انا من قبل كي كنت صغير وكنت نتفرج هكاكا في الرستورونات وجماعة الغرب الكافر كيفاش ياكلوا في اللحمة وتبدا نية من الداخل، قلت لا مستحيل ما يجيش هكا، مش معقول، لازم اللحمة تبدا كلها طايبة كما نعملوا في تونس، لازم تبدا كلها جري كلها فرد لون، وتقعد تتنايك انت وياها خاصة في العيد. نتصور كلنا مرينا بالسيتواسيون هذيك، تقعد ثم لحمات تقعد تاكل فيهم لدرجة انك ما تنجمش تمغضهم وتولي تبعثها وتبلعها كما هي وتؤمل وتدعي للرب انه ما توحلش في كرشك ولا ما تتسدش ولا ما تصير لكش حاجة. نحبوا نتفاداو السيناريو هذاك، والسيناريو هذاك ما يصير كان كي تبدا اللحمة طايبة أكثر من اللازم. فأنا الهدف متاعي باش يكون ميديوم يمكن، معناها نحبها تكون روز شويه من الداخل في الوسط فهمتني، وكهو. هي سي فؤاد والبوري وقتاش؟ البوري من بعد مش تو، خاطر بعد سيدي خويا بعد شد روحك بعد ما تطيب اللحمه فهمتني لازم تقعد على الاقل درجين ترتاح فهمتني، خاطر باش تكون سخونه اللحمه وباش تكون شايحه، دونك لازمنا نعطوها الفرصه باش انها تعاود تبسوربي اكد جوسز هذاكم الكل متاعها وتولي أطرى وتولي جوسير وتولي وبرجولية. أنا لاحظت لي عندي صنعة بهيمة، أنا كيفاش نتفقد هالآن الزيت سخن ولا نقرب لوجهي نعمل كي من هكا باش نحس بالسخانة بوجهي فهمت؟ ما نعرفش علاش عمره ما جا لبالي أنه ممكن الزيت يترشق وتدخل كعبة في عيني نولي المسيح الدجال في أي لحظة، ممكن الشيء هذا يصير. نقعد نحاول بشوية نحيها الصنعة دي. باه نبداو يا سيدي. ألور ناخذوا اللحمه نتاعنا، وكي نحطوا اللحمه باش تتقلي ديما تحطها وتبعدها عليك او كيفاه، علاش باش هكاكا الزيت ما يطش عليك فهمت، باش كي انت تبعثها لقدام الزيت يمشي معاها لقدام. انا في حاجه الكرونومتر طويكة ستوب واتش تاك ستارت باش نستناوها دقيقه من زمان فهمتني، وبعد دقيقة نقلبوها اللحمة على الجهة الأخرى. باقي قريب تتعدى دقيقة طويلة، دونك نجهزوا رواحنا باش نمشي ونقلبوا اللحمة متاعنا. تركح لفوالا دقيقة أخرى. باه كما قاعدين نشوفوا اللحمة متاعنا طابت مليح على الجهة الأولى، شوية أخرى ونعاود نقلبوها طويكة ونحضروا رواحنا طو. نجيبوا شوية زبدة الأولاد، نجيبوا شوية زبدة. لحظة برك خنشوفوا تعديت دقيقة ولا باه، تعديت دقيقة نعاود نقلبوها على الجهة الأخرى. وطوى نسحقوا الزبدة ونسحقوا الثوم. لحظة بعد شوية بعد خنجبد الثوم كي بعد طويكة. كعبات الثوم تاعنا محطوطين في القلاية، ناخذ شوية زبدة فهمتني، ناخذ مورس وزبدة يعني تك ونرميوه غاديكا معاهم. ومن المستحسن يكون عندكم
مغرفة كبيرة يعني من نوع هذايا تقريب. شفتوا الحجم كيفاش؟ حجم مناسب يعني. هاو باش نوريكم بالضبط عليش طويكة. فهمتني؟ باش ناخذوا العصارة هذه الكل اللي قاعدة تجي من الزبدة نتاعنا، وباش نبداو نرميو فيها على اللحم كما قاعدين تشوفوا، نسقيو به اللحمة نتاعنا يعني. لحظة، ما يلزمش يفوتني الوقت، ما يلزمش دقيقة تتعدى. اوكي، تعديت ديجا دقيقة طو. ولا نقلبوها اللحمة على الجهة الأخرى ونبداو نسقيو فيها كما قاعدين تشوفوا. قاعدين تشوفوا ولا قاعدين تشوفوا ايه؟ الاستمرار يعني، الدوام ينقب الرخام شباب، والتكرار يعلم الحمار. لازم تقعد ديما تعاود فيها العملية ذي. نعم، نطلع على الوقت مرة أخرى. مفروض نكونوا في 3 دقائق. بعد وقت نوصل 3 دقائق طوي كنقلبوها للمرة قبل الأخرى. مرة أخرى نواصلوا يعني العمل المستمر متاعنا. شو محليها الكولور متاعها؟ قاعدين تراو في الكولور ولا؟ آي 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 آي، والله نسهل زبرم جائس نوبل عستيك هذايا. نعود نقلبوها طويكة مرة أخرى. وهذه نورمالمون تكون اخر مره نعاود نقلب فيها اللحم نتاعنا. بس طويك شباب، ثم تفصيل مهم ما حكيتكمش عليه، خاطر قعدت نستنى بالطبيعه في اللحظه المناسبه. خلينا نشوفوا مور وقت، ماذا بينا ما نفذكوش مور وقت، ما نفذكوش لهنا. بس طويك شباب، تذكروا اللحم نتاعنا كان فيها كيما شويه شحم على الجنب. الشحم هذاك لازم نطيبوه، خاطر كان ما طيبوش يولي كشوين قوم، اللي هو من الجهة هذه متاع اللحمة. دونك تاخذ اللحمة متاعك توقفها وتوقفها مع القلاية بالطريقة هذه كما قاعدين تشوفوا، باش البارتية هذيك من اللوطة اللي فيها الشحم تطيب طويك. نعطوها شوية وقت، نحط شوية عصارات يعني من فوق. الشحم تاعنا يبدو أنه طاب، جست نحب نطيبها شوية برك من السيرة هذه زادة. وكهو نجيبو الصحن طويكة متاعنا باش نخرجو اللحمة هذية. فوالا، حلو ياسر، حلو ياسر. ناخذو بالطبيعة ماكمش قاعدين تراو. دور وجهك، دور شوية باش تراعي شولتي. دور يا زمن اللور. ناخذو معناها الزيوت هذية الكل ونسكبوها يعني على اللحمة متاعنا. اي 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 اوف، ملا سيكس ملا سيكس. مقاطع ساخنة. باه اوكي، هذه اذا المرحلة الاولى. نجيو طويكة شباب للبوري متاعنا. باه، بالنسبة للبوري عملية بسيطة جدا الحقيقة. نبداو بالمقادير اذا شباب. نسحقوا الى 500 مليلتر من المياه، من المياه العذبة هذه الكل لازمها تتغلى طويكة. نسحق زادة 200 مليلتر حليب، نحضروه من طو يعني. مغرفة ملح، مغرفة صغيرة، ونزيدها للماء متاعنا. فوالا فوالا فوالا، مغرفة لوح. نحركوا شوية الملح باش يتجانس مع الماء. طويكة دوب ما يغلي الماء لازم نحيو الطنجرة هذية من الغاز، نبعدو الطنجرة هذية، ومن بعد نحطو فيها الحليب ونحطو فيها الزبدة ونحطو فيها البودر. نحركوهم شوية، نخليهم يستناو دقيقة دقيقتين ونعاود نرجع نحركوهم شوية. دونك كما تشوفوا عملية سهلة وسهلة جدا. هذا يمثل 25 غرام من الزبدة، هاكا الماء بدا يغلي كما تشوفوا. نبعدوه من هنا، تك نرميو الزبدة غادي، الحليب معاهم، وناخذ طويكة الساشي نتاع البوري هذه، نحلوها ونسكبوا المحتويات نتاعها لهنا. تري تري بيان. نحركوا طو، نحركوا المزيج هذا الكل مع بعضه. نجمو نطفيو الغاز هذا، نوفروا شويه طاقه، نكونوا رؤوفين ورحيمين بالكوكب هذا اللي عايشين عليه.
حاجة أخرى زادة لازم نقوم بها الشباب اللي هي باش ناخذوا معدنوس باش ناخذوا معدنوس وباش ناخذوا قارص وتنوريكم بالضبط وكبر تنوريكم بالضبط شنو نعملوا بيه الشيء هذا الكل. نواصلوا إذن العملية نتاعنا نقصوا شوية هذوما المعدنوسات يعني كما قاعدين نشوفوا بعضنا تك نخلطوهم شوية مع الكبار ونجيو ناخذوا البشارة متاعنا ذي شو نسميها منعرفش كان ثم شكون سبقني واختار لها اسم وناخذوا كعبة القارص متاعنا كما تشوفوا ناخذ شوية من قشرة القارص يعني فوالا كهو ونمزجوا هذا كل مع بعضه يعني هايل 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 طويك الشباب والشابات بطبيعة الحال نجيو الأهم ولا الثاني أهم لحظة في الفيديو متاعنا كل اللي هي البريزونتاسيون كيفاش نقدموا البلان متاعنا للغرض هذايا باش نقربكم شوية. أول حاجة نبدأ بها بطبيعة الحال اللي هي اللحمة متاعنا فوالا من ثم ناخذوا بطبيعة البوري متاعنا كل واحد بطبيعة قداش يحب ياكل مغرفة أخرى نتصور متخيبش فوالا وناخذوا طويكة سلاطة ولا منعرفش تحبوا تسموها سلاطة ولا اللي عملناها بكري نحطوا منها شوية يعني لهنا ولا ما نكثروا شوية برك وناخذوا شوية برك من الزيت هذايا شوية برك ما نكثروش ونصبوها على البوري متاعنا يعني كما تشوفوا سي ان بلا الحقيقة سي دو لوغ سي دو اوف وهذا هو اذا النتيجة النهائية متاعنا شباب البلا متاعنا يعني فيه كامل جمال كما قاعدين تشوفوا ان شاء الله يكون عجبكم طويك باش نكتشفوا مع بعضنا هل انه اللحمه متاعنا جت كما نحبوها ولا من المفروض انه نلقاو كولور بينك من الوسط فبسم الله وهو كذلك معنا كما تشوفوا فوالا لا كولور اللي احنا كنا نسحقوا لها ونلوجوا عليها ونبغيوها في وسط ستيك متاعنا هذا يعني وان اللحمه هذه يا شباب وقت اللي تاكلوها ما كومش بتاكلوا شوين قوم باش تذوب باش تذوب في وسط فمك اللحمه هذه وهكا نكون وصلنا مع بعضنا شباب وشابات الى نهايه الفيديو متاعنا اليوم كما قاعدين نشوفوا شو كزين شوف نتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا حاجة من الفيديو هذايا وانا متشوق جدا باش نمشي ناكل طويكة برجولية ما عنيش كسر زبي برشا معاكم الولاد لازم نمشي ناكل لازم طوي نمشي ناكل ما تنساوش تخلونا كل لايك وكل كومنت وكل سبسكرايب وكل جو هذاك الكل وانا نشوفكم في فيديو جاي.